السيد سالم لو سمحت، السيد سالم لو سمحت انهيت ولا ما انهيت؟ لا ما انهيتش قاعد. باي تفضل خش لنا في الموضوع بتاعنا، النصايح سمعناها وبارك الله فيك، خش لنا في الموضوع التاني. مش نصايح هذه، مش نصايح، هذا واقع هيك. احنا لو كنا تباهي الواقع عرفناه، حكيت علينا. يا سالم انا نناقش في ماده، يا صالح بتعطيني غايه في الماده اللي بتعطيني. يا صالح يا صالح لا، الماده بتعطيني غايه فيها. لو كنا نتكلموا بجديه ما هوش حدثنا اللي حادث الان، ما هوش حدثنا البرلمان اللي ضيعنا، الحاله اللي احنا فيه، الصور اللي احنا فيها، قعدنا كاننا جرب في البلاد، ضيعونا وضيعوا البلاد كلنا. كلنا يا سالم ما تضيع حد، انت واحد وانا واحد، كلنا ضيعنا مع بعض. اسمع يا صالح، واللي ما تحط الشتام على حد، انت مشترك وانا مشترك، واللي بيتكلم يقولون ما يتكلمش، خلي البلد يتكلم. هاي عندك احنا لا نعرف كل واحد يا سالم، هذه العائله لو سمحت، لو سمحت معاك احنا وفهمنا منك واسمعنا النصائح. ضيعوا البلاد، انت عضو من مجلس النواب، تتهم في من؟ خلينا نرد عليه يعني. تفضل السيد حفيظ شنيدر، تفضل السيد حفيظ. شكرا لك يا سالم، شكرا. اقعد يا سيد سالم، اقعد يا سيد سالم. اعطيه. اقعد يا سيد سالم. انت 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 سيد سالم، اقعد مكانك، اقعد مكانك. سيد سالم لو سمحت حسالم طلال ما تقاطعش يا طلال. سالم طلال لو سمحت يا طلال. حسالم لو سمحت، حسالم لو سمحت.